Monsieur le malade, là, vous... بدأ الحضور الشركسي في العالم العربي خلال القرن الثالث عشر بسلالات الملوك والسلاطين الشراكسة الذين حكموا مصر وسوريا لمئة وتسعة وثلاثين عاماً متوالية بدءاً من العام 1261 وانتهاءاً بعام 1400 للميلاد. كان الظاهر بيبرس أول هؤلاء السلاطين الشراكسة. استقر أحفاد هؤلاء المواطنين الأوائل وعاشوا في مصر وسوريا وليبيا، وتم استيعابهم بشكل كامل في نسيج هذه المجتمعات. وصلت الهجرة الكبيرة الثانية للإقليم إلى المناطق التي كانت خاضعة للإدارة العثمانية والتي كانت تدعى شرق الأردن، قادمة من القفقاس عبر منطقة البلقان ثم فلسطين عام 1878 للميلاد. ومع نهايات القرن الثامن عشر حدثت موجة هجرة أصغر حجماً وصلت إلى عمان واستقرت على ضفتي سيلها رأس العين. Да, потому что я люблю тебя.
فتسج جيري تاك دو كوانوش تاك دو كوانوش زفغا حزر كوان وراهم فتسج فتسج فغش مشات وريت لنجم دعبوك فتسمو انت وغجي يا باتسا ارزنش متقص ده شار ستو ايد الدم غوا ايخوريا غر قومش دم بدش بصوف نوستمي غاضة شيخات ساتي قشت جدو تحمش حاجة ويقروا موخش براش تحمش في الأرخونش صوري دش زاغو ساجا تحمش غاو قطفي صنش غاقا كيف في فبيش تسيجا غاشخاو أنا مسميل يشري أبتن قصة قاتب شو جيب سنزاش في زوقه ده ميسراش شو بس هرقش ناس شو بقى أبنا أنا غبرت خامي ويدوني بسوم شو قاتم شو بس مخ قوم شو بس شا رجال بكل الديرة يا حريم وين الرجال؟ الرجال راحوا مشوار وتراهم ما يتونوا يا هلا يا هلا ورحب تفضلوا حبيتوا ارتاحوا وتنوهم يمكن محمود يحب يقعد مو حنا جنجر من الخزر حوا نقص غالي دياش نحجب كار سا شط صغم وفحب زي فاس سراج حامش كورجا سوري خرزنا وفق السام سيطر تيمور دغا وحاواز غوغم خد غازونس مودد ناس ما تزاب سلطاني مدد دي طفو حالي فاس غاطفونو زمان دي انوس شاب صغم فراغ بلغانشي فاغا حازونس فزداد السنو سوبر قد فتفجع أبو نافت فتفجع بزوجي وش هذا وش صوت نعم ما قلت تيمور بيك أنا بعت مشان بتشاور أنا وأنت مشان وين بسكن مهاجرين في مجال بسكن عند الشابسو؟ والله صعب يا بيك احنا ما عدل عندنا اراضي حتى نبني عليه حبيوت بل كبنوا عند سيل الزرقاء او جرش راح الزمهم مية مشان يزرعوا لا تيمور بيك جرش زرقاء بعيد
لازم مهاجرين بسكن جنب سكة حديد مشان شغل مشان حراسات مثل شابسو. يعني لازم بيلاقي محل في بلقة هون. ايش رأي تيمور انه يسكن بوادي الرملة؟ لكن هناك ما في ماء. هذول الفلاحين ولازم قريبين على الماء حتى يزرعوا رزقتهم. انت علاقتك تيمور بيك مع شيخ بيراود مليح صحيح؟ نعم والله علاقتي ابو عزيز ممتازه، بس ما راح يعجبه اذا انا فهمت انت شو بفكر. ما في مكان الا راس العين، لازم بسكن هناك مشان سكه حديد. انت بحاول بقنع. يا عم هم عزيز، هلامك يا عبيد. مدي هذا تيمور السرسكي جاي يزورنا. مرحبا ام عزيز، الشيخ مش هون؟ هلا هلا يا تيمور، هلا ورحب. ابو عزيز ما هو ها ما يتوخر، تفضلتنا الشيخ ما يطول، والله غير يفرح بشوفتك. تفضل يا لخو. يا اخي ترفرش فين بديت يا غب الدرة حمدة؟ هي يا غب الدرة مصبخم يا غلاوز عائق شي وقوخ عوا دنيا رفواب ما ضاوخم يا حساب زمزل ما جيخر. ست مرد ويقولي حاجة ويسمي شوط حمادة مرداؤم بعمز الرافر ومقزافة بي ويساجنوس أفجاء برام جانس حاجة يجيب ستوي كون بغر غصص ميسم بخدو عراس خابزر يا حي الله بتيمور. مرحبا أبو عزيز. مرحبا. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا. ها من هذا الشباب اللي معك؟ ايوه هذا ولد شركسي اسمه نارت، اجى جديد من اسطنبول. يا هلا يا هلا يا هلا، حياكم الله. تريحوا تريحوا. يا هلا يا هلا. قدس نارت. يا هلا يا هلا بتيمور. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا. اقول يا تيمور، الجماعة اللي لفوا مع ذاك الشباب كثيرين؟ اللي معكم كتار، يجي انت 10 عيلة وبيهم إلي معه صغار. هم ربعكم يا تيمور، ليه يتركون ديرتهم؟ صابكم القحط والمحل وانهزمتوا. لا لا يا أبو عزيز، القفقاز ما يجيح القحط أبد، بالعكس عندنا إن ماي بحور وديرتنا خضرة. علم الله مفلل جنة. أنا قومي دشرة لأنكم عصر حرب وقيصر الروس. قولوا يخسرون الحرب يتركون دورهم وديرتهم يا تيمور. عندنا أسباب كثيرة أجبرت جماعتي يدشروا ديرتهم، لكن أكثر شيء لأنه إحنا ناس نحب الحرية وما عندك نعيش تحت حكم القيصر. السلام عليكم. يا حي الله بتيمور. يا هلا. مرحبا. مرحبا عزيز. هلا بيك. هلا شلونك؟ هلا هلا كيف حالك؟ الحمد لله. تفضلوا اقعدوا.
وحياكم الله. يا هلا يا هلا ورحب والله. صبق هوا يبا، ضيوفنا غاليين علينا. اي والله. يا هلا. تفضل. يا هلا بتيمور. يا هلا بخويو هالجديد. ترى اليوم غداكم عندنا. ها يبا يا عزيز ابوي، خز طلي زين واذبحه غدا للضيوف. ساع يبا. صار يبا. لا لا يا عزيز، احنا ما نقدر نطول. بارك الله فيك يا شيخ. انا جيت لسبب ومجبور احكي لك اخبار. اجونا كمان عائلات شركاس من اسطنبول، ولقى المقام امر يسكنهم براس العين، وانا قلت انه انت لازم تعرف. احنا بيننا اتفاق، ما حد يبنى على حد النبع. نعم صحيح، احنا متفقين، لكن حفول الناس الزمهم ميه، وراس العين الميه الوحيده اللي بيكفي مشان يسكنوا. الميه كثيره بجرش وبالشمال، ربعنا ما يسمحوا ان حدا يتعدى على راس العين. اسمع يا تيمور، هذا اللي تقوله بيه خلل بالاتفاق اللي بينك وبين ابوي، وانا ما اسمح. يا ابو عزيز، انا بعرف اني وعدتك. الشركاس ما يبنوا عند النبع، بعرف، لكن شو بدنا نسوي؟ العثماني بدو جماعتنا قريبين من شغل السكة، ما دل عندنا وسع. هذا السالفة سوينا طلايب ويا البدو. إن شاء الله ما يصير شيء إذا أنت بتوافق يا أبو عزيز. يبا والله غير بنا الهدب يولعوها حرب. هذا غلط يا تيمور، غلط. مير خلا، أنا ما خالف قرار القيم مقام، لكن أنت تعهدني إن ما حد يبنى بحد النبع. النبع لزوم يظل مفتوح كل الوقت، كل الوقت. أنا ممنون إنك لفيت وعلمتني، ولزوم نظل أخويا ورفايق وجيران بعون الله. ساق ويأم تجعل لذك أو دوم جزافة. أها إيش سيد الشادك جادع يا طقف رقائم. وام بير هو في بيت صار. يوا يوا يلا زاك وجب أشوا ولا لا 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 ل
بدون خندش جيك غزا هاي تي غزانا صدو الزوب صلا اه ما حرف بزتك تس غزاتي سبسكات ما سكش غزاج عوز شم بغاب ودو بس انت دد تي غزانا انت ايش دد بغزانا يا واه واه حرف بزتك غزانا يا بخل كيفك راحت ما تصدق ربعي شافوهم هم يبنون بيوتهم عند السير. حنا ما اتفقنا ويا سرسك انه ما يقلبوا حد النبي. يا بيك احنا جيناك لجل ما ودنا تقع مشاكل وطلايب بيننا وبينهم، لكن ان ما قدرت تحطوا لهم حد حنا ما نسكت ما نخلي. احنا اعطينا ارض سرسك مشان يعمر جنب السيل تحت النبع مش على النبع. ها انت شايف اذا تملكوا الارض عقب يطالب بالنبع وشوي شوي حنا نصير برا. هذول سرسك مثل الجراد يجوا يتوطنوا ويتوطنوا بدلتنا. ما تشايف اللي قاعدين يسووه؟ هذه ارض ميري، انا مفوض اطوب اراضي لسرسك. هذه مش ارض بني هدب او غيرهم الا اذا كان في طابو يفرجينا. السرسك فلاحين لازم يسكن جنب مي، ما في مكان الا جنب سيل. لا بالله فيه، شلون ما فيه؟ سيل الزرقاء ولا سيل جرش ولا بالشمال مقيس علامه ولا بالجنوب وادي موسى ولا ما تنفع. الارض اللي بيحكي عنه صحيح في مي لكن بعيد ما بنفع، فهمت؟ شيخ مرزوق، تيمور وعد انه يخلي سبيل مي دائما مفتوح لكل بدو. اسمع القايم مقام، اذا ما قدرت توقف السرسك عند حدهم انا الشيخ مرزوق شيخ الهدم اقدر اوقفهم عند حدهم، تفهم؟ شيخ مرزوق، سرسك جماعه طيبين، راح يزرع ارض، راح يصير في دكان، في تجاره معهم. بعدين لازم يعرف انت هدول تحت رعاية السلطة العثمانية السنية. قم يبا يلا قم. يا هلا بالضيوف، يا هلا بيكم يا الربع. انتم عازيم وحشبتكم بينكم، تفضلوا على المكسوف. يا تيمور قول الخوية كزاد ما ينسح عليه، تفضل. والله لك وتعال ضمرت واخوتي بشاكي شأنو سازر الصمود وصوشي زفاجاس عوو وزر شخنور اي جراس مو يا خبثت. يا هلا يا هلا بيكو يا هلا يا هلا. الله يبيض وجوهنا عسى الله يعجبهم زادنا. يما شفتي شفتي شلون عيونه زرق مثل السماء. يما شفت هذول السرسك بيض وشجران وحلوين بعد. فيها العافية فيها العافية، حياكم الله. تفرق بشطار حمادة تخو بزخم يا مخاب زرع تخو خام أخحو يجي غزة اسم زس لغاق يا خاب زغب نارت بخم يا تخو بزخر يا غلياو غاب شكواو يا غاب سو. يا بي عزيز أمر يا أبوي. أبوي حتى الحصان الحمر والدوريه التيمور صار يا أبوي. و
وتدوريك حصان من خيل يا تيمور، مثمره للسبك. هذا هو حصان، هذا هو حصان. ما شاء الله. قوم 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 شوف. هذا الخمسين يا تيمور، سميته على اسم الريح القوية اللي تهب الصحراء مثل ما تشوف، وراسه قوي بعد. ما شاء الله، هذا حصان جميل، ما شاء الله. داو بشخرا نارد. ويبسلو داخش تحمد داو، هادي غاش مو يدو الجر، تلغى خش. ويس مشاه. ها؟ وش يقول خويك؟ حجب من دار الحصان يا شيخ. اي يجوز يحب يركب. خلنا نشوف خيالة السرسك على خيرنا العربية. شيخ مش موش سنوري غبلا غنرت داو بشخرا. زغورجا بوزفا مجنون شتما دينا بارتومخ خمشر استصفكم جيز وجاش ويس اش سفلم محمد ست صام اش سفلم ست فوا داش اش سفلم صغيره غوغا يركبوا يا شيخ. ايه نشوف ونسرج عليه سرج بغلو بعد. زين زين يبا يا عزيز، خلهم يحطوا سرج بغلو على الحصان. صار يا ابو. هذا السرسك يود يركب على الخمسين؟ ايه والله لا يوقع ويقضي عليه. ريته يوقعوا ويقضي عليه وعلى هلو. يا تنرت بارش حرخ بغرب خرز وخي بسجر دغتاو وي بصحلاو من دهما. ما موش ماما عافية نجمي عافية عافية الولد. يا ذكر الله يا ذكر الله عليك. صحيح يا شيخ انه خيال، ما شاء الله يا شيخ. ضيفنا خيال معوب هي. اي والله ما شاء الله انه خيال، ما شاء الله عليك. الحافظ الله عليك. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. ما شاء الله عليك. لت 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 وش ها؟ الحفظ الله الحفظ الله عليك الله يحفظ الله عليك الله يحميك. ملعون انه خيال، ما قلت له خيال ولا لا يهن عليه انك نجم عليه انك خيال. الحفظ الله الحفظ الله عليك الله يحفظ الله عليك الله يحميك. ما شاء الله ما شاء الله عافية الولد عافية النجمي. شوف يا شيخ ما شاء الله عليك. وشها 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 زين هالفارس. عافية الولد عافية الخيال عافية 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 النجم. الحافظ الله عليه الحافظ الله عليه. هذا الولد خيال يا تيمور خيال بالله. انتم يا سرسك خياله، ما مثلكم خياله. هذا ولد خيال وعيب يركب بغل. هذا ما هو عدل يا تيمور، ما هو عدل. انشتو انشتو وش رايه بحصان؟ شو داو بسخواجي شيخ؟ اوه تحمد يقوب زغاغب وش انقم سانزو زكوير قرو اولي غزازو مشم مر شقم تحمد مر قوغ اخوة بساوة جار مخوما. نارت يقول عندك حسان عديم ممتاز بكل شيء. ما شاء الله حيث ان هذا رايه. قل له يا تيمور قل له هالشيخ هداك حصانه هدية ما ترد، اللي مثله حرام يركب البغل. يبا قل له قل له يا تيمور قل له قل له. ستن بتحمد جوار سيبس الحر ولد لي هي نار تجبستو شيخم موز تيسا شر تغب في زوارم مشري ساري شكرا
شكرا كبير، شكرا وبصوت حفل. وزجوا قبل حاصله. مبروك. شكرا. حيصلك. جنارت مري بصونو سفيت يجيب ستوى بثغار بدوينهم يا حل نخف دقم يا شش عر بدو فوقي بدا سيسوسانش تحمد بلعون هالولاد السرسكي خيال بس ابوت لويش يعطي ازين واحد من خاله ها؟ يا بلد نارت خد مبوخ جبزر يا خمت انا خزوش جينا خواكوش يا خمت عليم الله مش خاطرين بروحك يهم شلون لو يشوفش عزيز معه أكبر مصيبة أقول لك أبوي يحبه كثير عز الله أنه راح يبسك اسمعيني زين يا بنية أنت للساعة ما قابلتي لا عاد جاء الوقت اللي قابله أنا نازلة على السير تعالي رافقيني أويلي هذه ما تصير هذول أغراب وش ودك تقولي له عارفة ويش أقول له ولا يجوز هو اللي يسولف تشوفه بعد مرة أنا هند لا أنا هند ما هو أنت ما تعرف شوية عربي؟ عربي والله هذه مصيبة إذا كنت ما تعرف عربي ليه ما عديت المضاربنا؟ غازون هو نعم صرف غداخ سلاغن ماني فاهمه شي عجبتني يوم كنت راكب الحصان انت خيال مر داور مشي بمشي غازون عز الله نلزم أعلمك عربي زين اسمع
أنا هند، أنت نارت. قل قل. أنا هند. أنا هند. لا يا نارت، أنا هند ما هو أنت. أنا هند، أنت نارت. قص برؤاش. أنت هند، أنا نارت. ولي فز لازو غاشكو دغا خيام نوبة. اوه اهو خوام يا شحال غاما اتو لازو نفا كود ايه غاد خاش نوبة خاد بس مفري يا راشي دغري نخيشم مخر داو قيزو براش زورة سنفا قبساش. و نوبري ما خمس دشو أردن أزولا ها؟ زازز بغتا واغ من نوبة قوس ماجي وراش زبساشر ستي بغتا جانو زريش اللي أجوغم لسدق دوشو وي 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 نصدق دوشا وي 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 نصدق دوشا وي 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 تحمجي أنا تارنف خد خيابخ سيغوتك ديانا كاس بيك شحاري غوز متين لمشي أبسومي تاقو راو وي سمغ وزتا بسخوان فداتو فسلواكا وي فسلوانتا كاس بيك ويجر ستيبا قلت جيف بياو فشكا ما تيموري ما كتسنده قلت تتلغى أسامة يا وش دي حانت شرام دي قفانو دو صوخ أشا بسخ خم يا بسو عندهم دا تود دا خم سي غو بساتي تيمور سريس غيغا قواش أفو دا تدغس فيحنو بشخ ونهار خرزنا ماو يجبستو بسوم نخ نخابر باشلي ديونا وجحنا على غانج بجر بجر جدا نزاجك بشانو نزاجك بشانو نزاجك بشانو نزاجك بشانو وداك جوفا وداك جوفا انا مالا هلا شرب صيا بغفا وهي بصيا غافا شرب وقاز باش ولي جدا فوق حنا شغلتنا صعب ندري واش بدنا نسوي اهلي ابد ما يقبلون عزيز اخوي مجنون والله لو يدري والله لو يدري غير يذبحك ويذبحني بعد سأزيزي خاتيش شنغم ويسا سيونا غمي أبغت الدم وخون مؤفو أهو سيونا فم بصرح واجنش ويونا غورة بخوة دقاء انت جنيتي يا بنت وش اللي تقولينه انت عارف انه ما يصير تزوجي غير ولد عم الجاسم وما حد غيره لكن يما هالسرسكي هو وانا يما حنا وش اللي تقولينه انت يما قولي اخافك انت تشوفينه بس سرقه
أذاك شيء؟ قد إنه قلد أبو محج؟ والله غير أخوتي يذبحك ويذبحن سمع بالسالفة. يا ويلي وش هالبلوى؟ يا ربي وش هالمصيبة؟ لا يا مهمتي لا، ما صار بينا شيء. صحيح إني شفته، ما اللي أنا ما أقدر أنقي اللي ودي أتجوزه. لا يا يما ليه؟ أنا ما ودي شاسم، ما أريد أتزوجه. سمعيني يا خوثة، أنت ما تقدري تختاري، هذه عوايدنا طول عمرنا، وهذا اللي وده يصير معك. لا تنجني، ترى أنت أفكارك تخوف. لا تخلى أبوك ولا أخوك يسمعوا بالسالفة، سمعتيني؟ هذا أنا علمك أنت. يا نار، ما هم قتلين، حنا ما نقدر نتلاقى بعض، تفهمني؟ خاف الله منك فاهم شيء. اسمع، انت وانا هو ممكن صدق حازي وناهورا. ليش هند؟ ليش انا حب حين؟ انا والله حب حين، بدي حين. وش تقول؟ وقص شنس ودك تجوزني؟ وقص شنس نتا، وقص شنس. صحيح نار. هلا بيوبا. هلا يوبا. هلا عنك. أمك وين؟ راحت عند أم محمد. إيه زين. العاد تعالي قاعدي عندي، تعالي تعالي. إيه يوبا، علميني ناقصك شيء، محتاجة لشيء، قولي يوبا. انت غالي علي، بالله لو اطلبك بواد النيل اجيبه لك. هو انت يوبا خلي ينقص علي شيء، انت تجيبه قبل لا اطلب. انت مق عيني يوبا، كيف ما اجيبه؟ انت بس اطلبي. جماعكم بود حمادكم وي ثم قطعوا ضجن نوبة تجرشوي باش أزبج قائد جاقة درغزة لبوجار بدقاء قد أقوى زاقة يبتم ناك بحام ناك تيمورغ مرغ لغواكي نوبة لقور لسي جنوارات بدوين غمي مال قوات ترسي كادم جاكو تراكوات بصاف أجي غير إسراف في أزرار جواني معكو حبر كبر غير نغوز دا جي بي إيه تدوى هوا حبي جاكو تراكوات هوا يا صاح تاسي قوغم جاي أزرار نغر خوي وي أزرار بغم ساكماق آغا خيم صاح ولي هي أرمي درس لغام سما فص إبلاغة إبلاغة دوش إبلاغة لغوش تحفا شاف سوما جاك يا شتش تزغ بلا غنم فايس تاع قارصا فرزنا او مو فاور سي وفارز زغور مقي شورا هاو زمي قي شاغب تا ثلاث قسا تي خنزي توخشا جاي فدو زوش ارا جاك داخا تشا جاي فايو تقسا تا او زو شمتي بشاشه خري تشال خري شوز خمي زو شمتي خبلا تو انا تجو رومان قولا جمي دي بسخم تيونا قاقوات شاري سيقاقو خونا ادا واري وزا تمتي تقيب لغات ويفادا تشالا شان سكري يا غصو اما وقف انا وش طمك زاف ميس نارتي وبس قفاف ما
وغفف وغفف ويجي دع الزيئة والزقامة. قبل الولد السرسكي بتسر وده سود وجهنا قدام العشيره. اذا ابوي ما ذبحها انا اللي ودي اذبحها. لا يما لا، هي غلطانه ما تعودها بعد، طغاها الشيطان، هي غلطانه ما تعودها بعد. برضاي عليك يما، لا تعلم ابوك، لا تعلم ابوك. خامي زدش دموا وقع قرؤونكم بكم قصبولات قع قرؤونهم زته وجان قايز مكر يغلب تسمين جدف خاكن قدو يا وحشم يزكر يا رزق وير قرؤوش تما قرؤو ما يزمت لي غاجم ديك راح حتى دو نخ اي جم ديك واشان رزق وير ما بلا خيش صدق ابغى خون وزك وير خاو تاج دي خادر قدر ديك وزويتن ومهر نخ اي جم خون يا سوقم ديرا كوش نرا قرؤوش تما تيمور غاسوخ زدخي غنوغم ارا بغم يا نخرجمي بصلاف حاسم مش غاسدخودو زري بصلافر ستخودو تيمور بخم زري بصلافر شابا ويا بغداتش تاع بخم تيمور
خاطر خويت سجار داد دي تصج ابوخم يبغى داتنو مرخوا بو بغا خونو سفياو شغاج ديك ابغى حانو يفهم كذا كاسم شي حاجه شغاج ديك ابغى حاندي كذا كاسم شي حاجه مرتين ثانية ترى أنا قصر قبتك. أنا قلت لك ما قلت لك قلت لك هذه السالفة وراها بلاوي. انسي ذاك السرسك انسيه، حنا ما نتجوز غير من جلدتنا، واللي ببالك ترى ما يصير. وش اللي صار لك يوم ذاك الولادة السرسكي بعد اليوم ما يتعرض لشبب؟ هذا خوينا تيمور يا ربع. وش اللي جابه؟ افعقوا افعقوا يا خياله. الحين نشوف. يا هلا بخوينا تيمور، يا هلا. اشوفك النوبه لافي ومعك سربه من السرسك. عسى ما شر. يا صديقي ابو عزيز، شركس جماعتي زعلانين، ناس نلبدوا حرقوا بيادرهم، حرقوا رزقهم. احنا رايحين عسلت نقدم شكوى رسميه. بس انت لافي على مدار ببلول يا تيمور. ليه تظن جماعتي هم اللي حرقوا بيادركم؟ صحيح يا ابو عزيز، احنا بنشك فيكم. عزيز ابنك داس بستان خداركم قبل يومين بدون سبب، سحب عليكم باروده. زين يا تيمور، وكل العقل منك انك جيتني قبل تروح السلط.
لا تدخل القيم مقام بيننا. هذه حلها عندي. باكر يصلك وحقك بعون الله. أنا ما أحب أشوف العلاقة الطيبة اللي بينا تخرب من هيك أعمال. هدول فلاحين فقراء لكن مش خويفة. والله إذا ناس عدتهم غير يدافعوا عن حالهم. حنا بهذه متفقين معك يا تيمور. وحنا بعد ربعنا نهددهم ناس يقدروا يدافعوا عن حالهم. يا تيمور باكر يصلك العلم. الحين عاود برجالك. حنا جيران. وانا ما اسمح لحد يخرب الخوة بيننا. ان شاء الله ما يصير الا كلمه. ايه يا رجل الحمد لله اللي جت على هيك. الله جاب العواقب سليم. اقعد اقعد. ايه الحمد لله الحمد لله. عزت دفاتهم يا شيخ. كيف تشقيس سمو دخزقو ونم دوكوش. شيخ مرسلت زبستاش. سوري تمام مش قادر اجي. يا عزيز. اقرب جاي. علمنا صحيح. أنت اللي خربت بساتين مزارعهم مثل ما يقول تيمور؟ إيه يا أبوي. لا عاد أنت بعد ورا حرق بيادرهم. ليه تسوي هيج في عائلة تسود وجهنا مع جوارينا؟ ليه؟ لنا ودي اياهم يرحلوا من هان. ما يحق لهم يعيشوا بحد نبع ميتنا. لا وبعد يبلشوا بينا. يا عزيز بد علي جاي. انت ما تدري انهم اسكنوا بهذه الديره ضمر العصملي اللي هو حاكم كل البلاد. ما تعرف وش هي علاقتنا مع العصملي اللي نحمي طريق الحج بسببه. وهيك السرسك بحماية العصملي. وحنا ما نريد طلايب من الدولة. ترى العملت غلطة كبيرة يا عزيز. العصملي قاعد يبنى سكة حديد. يعني باكر ولا عقبه يبطل يدفع لنا شيء. لأن هالقوافل تبطل تمر من هان. يعني ما يعود إن نحماها. بلعون انه عزيز يعد الصحيح. من يصير الحج بالتريد يكون الشركس سيطروا على النبع وحنا نذوق المر. الزوم الحين نطردهم. ايه بالله يا ابو محمد ما تواخذني. هرجك مو صحيح. اي طول ما العصملي حاكمين البلاد السرسك بحمايتهم وحقوقهم محفوظة. ومثل هيج فعايل حنا ندفع ثمنها. يبا أنا ما حبيت أسولف قدام الرجال مير بي سبب ثاني. السالفة بيها طاري الهند. علامة هند بعد. عندي ظن أنها قابلت الوليد السرسكي اللي اسمه نارت. هند يا هند تعالي جايب ساعة. مش اللي اسمعوا عن الولد السرسكي هاي يا عزيز؟ علامك يبا هل حكي صحيح؟ هل السرسكي طلب يدي؟ أرجاك تقبل. أسوق عليك الله.
أنا أريده، ما أريد غيره. يبا أنا أحبه. شهاب، شو اللي تقولي يا بنت؟ شو اللي أسمعه عن سوالف الحب هذه؟ تنابلت يا بنت؟ عارفة وش اللي تقولي؟ من اللي حط براس البنت سوالف المهابيل هذه؟ هذا شغلك أنت يا معزيز، نسوان مهابيل. بنتك ما تعرف عن اللي تقوله ما يصير أبد؟ ما هي عارفة أنها ما تتجوز غير جاسم ولد عمها؟ والصابشن انها بدل. احلف لك بالله ومحمد رسول الله اني حذرتها. صدقني يا ابو عزيز، قلت لها كلامك هذا كله، بس هي عاده راسها يابس ما منت عليها. وش طالع بيدي يبا؟ رأسك بالله ومحمد رسول الله. اكتمي ولا قصر قبتك وارميك لا تشرب. اسمعيني، انا ما اريد زود بهرج المجانين هذا. انت ما تشوفين الولد السرسكي بعد ابد، تفهمي؟ قلن قلن وجهك. هل شكرت وجهك من زوجات وفازار بالجزاء؟ بالجزاء ما تفهمت تيمور. يا الأخ الشيخ يسلم عليك. وهذه الغنم الناس اللي انحركت بيادرها، وبعد هذه ويقولوا لزوم تسلمها لهم. شكرا. سلم عليك. تيمور سقزر زقرو ومجمر غافة فاها قدامش حاجة غرا شجاورة أو مر إيه ونخبش دات فاها قدام نخرا أرقز الشجامي أرد الدراس شيار مر شيخ مريودم غافة فاها سام بي غوفا مشكورة مري ممال تكري يغذي أو تغذى غساء أطا والي يخرج ديسي باش مخون مرشلو مش كوغ داتها وجبانوالا همرو مال قوارتا قاكوار دو ديوارا أرد الدو راج أرد الدو ما دري دش شريف فيش ما تغاز بولدات لكاتكم ودو زودو في قوشش ميشارات جيس آتغا فوزات غشناتي ميسي أحد ميزي قول جومان جومات جومان جومات براج جيسا بيش سالة تيمور سجي آم شيخ مزيكي غاجيشنو سجي آم سغوسي فاسواتا ماو يقجا شاب هجوغ زجازا ودبسو فنو زجاب. السرسك قالوا شيء؟ لله ما قالوا، احنا سلمناهم كل شيء ونكسنا. ايه، وذاك الوليد الخايس اللي اسمه نار كان هناك؟ لله ما شفناه، انا نظرت لكن ما كان بينهم، وما بس الشياب اللي كانوا باستقبالنا. ايه، خلهم يفرحوا بالهدايا، لكن والله ما مررها لها الخاسي اللي جاب لنا المذلة. ما مرر هبت، انكسوا الحين للديرة وانا الحكم بعدين. يلا ابو سلم عليه. مع السلامة. والله اني اتمنى اموت، والله يا نجمة انا حزينة حزينة بالحيل، أريد العيشة كلها. يا عيني يا هند،
لا تحكي هيك، طلابه هذه تنقذي بعون الله. باكر واللي عقله تنسي الاولاد السرسكي. اخ يا نجمه، لو اني تشويتي ما قلتي هيك. انا ما اقدر انسى، ما اقدر انسى ابد. ولا تجوز جاسم، لو اموت ما تجوز، تفهمين؟ يا تجوز نار يا موت، يا موت. يا عيني يا هند، ترى السالفة مو بيدك، احنا مالنا شور بهالسوالف. رجال القبيلة يقرروا عنا بكل شيء، وش يطلع بيده؟ وليه هم اللي يقرروا عنا؟ ليه حنا ما نقدر نختار؟ ليه؟ هذا ما هو عدل، والله ما هو عدل. أفضل أموت. خصنا يا شيخ. اي والله. يا الله. يا ستار، وش هالنار هذا؟ يبا يا عزيز، خذ رجال وطفوها بساعة. هذه فعائلة سرسك، تعالوا يا عيال. اي هاي ما يسويها غير السرسك، هذول الزوم يرحلوا من هان. ما توكلنا بعد. أوفق خارج كبسا واسم بدون خمرة درة زاود زر خمشة مارات سيفا شخوك ميا باريزا وميا شحود غخي جيشفنو أبشغوم داري زحزاكم دخوخة نضي ديش حرق وضغط الشوجيت إنخوة ورا فزخوير قد دافشة مبالي حضك زحانو بزخوة يعم أبخم بجح قبقوا حنو نيتي أتاو سيفا شخوكم زخ أوا إذا شكر يا غسام يمنا غيجنوز بدون خرد دين بجوش ست حاجة في الثواغة في غافة يا غسام شيخ ملكوغ في غوفار باش جابغامي شحاب شتري أغاد أوا شتر بغسنا راري غليا وغشوخ ساب سوري غزقروه سوري غزقروه تيمور أوا ويخادر شافشجا ويغافر شاغسجا ويبنق أو بدوش أو برشجا زيبوري كوربو بجنويج دبشاش والدي هي سازريزك ازمخات بدوين جليش نارتي جباغم جي قدعر زغراز لي شجغا ناغم زانجو بجيت انو دكتار راش حاجة خاص بلد زاجة فنباز جي آتي داري زريج دا ميسار قرو اواش نارتي نبجاو كم يالت ياس عجاوة راش والدي هي المخوة ازيونا غرا زانج وش فاتما شيخ مديش سكوان تيزي خسرة جيشنت تلاوان ما فاتزكم ما فاش فوق زريشر نارت شاو برجنش حاو سغو ولي هي بغام يا معار او زيو ناغورا يز شيخ ددم بساش فوق فيسع بزر شوي خاف ومس حاجة وي نارت ميوخم تكتير بزافر يا رام تنشوكا ويدو يعني مخاز جرم حرب خجب سوفن ويش يا شيخ من نار تحلنم زك از بيت كوجا ستيبا خاز جرم زري اخر زرا كو بان بور قم اوف ابخد سوخجا زي خاجي باش ويار زي شغا غبشا هاو اجري زي خاجي باش اش نار تلغير يقون خال ست شبار خجب زرقة بغا حنو وي بدوين خم دز بقرامة خميتانا وي غد سنم دا نيو نار نيو دفغاكو نيو دفغاكو زو ويسو ستسيم قبس السافق ورابع
ويا بتدار امسي كون قجار انت راش سي قشج يقع يزشغو بشج ويا بي شاني ما نارت بدوين بشاشة شاخوزي خوزوزي كسخارسة تحم شكوش وقف فنسي وغاضم تحشون شكوش انا خايف ولي مثال اخو الزفاغون هجو زوجما بدون خمس سفر يبقى وغنو شاوة يعز خبزي قوخ بزاما ميزار خجبان شر بدون خمس كم يعخى بزي بزبخي اش زرجا ازو زو ناغو بيقوطن شزارو شمخر زاقوشيكم يعبن زراغاش ميزا دتلاو خابزر فددو يا غير صبغا هو اللي قيدا دي واجد دس خجب صغدا غاشو شمتا هذا هو جونا هو واجد دس اللي شبك ودقا جاء زخوش يتم يا بدر زخوش ودقا زشبك ودقا هو اللي قيدا هذا يخارج جغد غرغر غرغر بس مجد ودا كابزر ودا وشخب غروغم وفر كوزر خواه ما حد شافني برزوا الموعد بالعجل نارت انت متوكل ودك تكمل اي والله انا بيتي حفل ساعة وافن وجه يجيب سوق ساعة انتو نارت لي بساعة شوفوا ما ساسبوا بساعة شو يتزاجوا ست جامي مؤخو بسجوا قد مخوفوا بخلوه يلا يوبا قوم يوبا وش في يا عزيز انت انخطفت يوبا وش من الولد السرسكي شفته مع النبع وطخيت عليهم من فوق التلة لكنهم انهزموا متى كان الوقت ما هو زمان يوبا انا جيت بساعة اعلمك عزيز يوبا زوم نلحقهم بالحال قم قم حضر الرجال بساعة يوبا امسح وش اللي سويتيه انت وش اللي سويتيه جد بلاد يا ويلي يا ويلي وش البلو ما تحلم Ар сасхыз ваджынгым. Упсо мараш.
میس یه جوق غصاش او بوده ما بخونه اوزا جنوب خونش من به جحر دیارت که دخجه خونم جیبور بسوم یه پا بخونم پش برق از آنویش از بلیت نرد قید جه خونم نرد مده اوزا ها مرد مؤفر قزاري قجار قجب افن سيشنت شاوست شنو خشاش هذا انا خم لنا قويتم جي يا رزنا غزرش من وشت قروه جحل حتى مجرو كابزمتي وخوانا خجم ديش قد حط اوالاش سزیج نپتیش نرد خجم زمی غازوری وی غازوری بس از بلحبن بغو فاسو فوجنو می اجر زم از قالت ساقز گرو اروا نپتیخ گور زرو مصاری زرو مصانوری آو بدوین هم یا خجبس ابدغونر یه غلیه اونه پنشه اوی ابش عدد یه اونه ایت زحقه خابزر بخم یا یه غازه جا سیگم غاجون تاقم آخه فوت شد جلوان سیه نپده یه خوزولی تا شاشتم یوزن شاغر گوزده و غاب آن زری سو ورد قصف خواب غاو نخوشم زگورم فیچی جشون تا هاو نبجا خوم تو زگورگ که مجاره نخوشم دبا دغا حدی غاوب شزن شیاده نخوشو فیند دیونه آقام سفشانو تاقم قزاتنو تاقم پشقا ای قخوار قخوار دت خانه زمی هر دت درات چانو را بینی بزم دیتم ما دیگه پسطر شا از یون آقاره او داله خود دیلر او داله خود خجری ایجب صوب صوبه را قرار نخوش حال مو اخور تمامو زکت غجنم یوز دیتن گوی واره یا پرا خجب زده تجین چه عمل زیمه اوش عمل زیمه ارمی زواش براش خشم شوالی میگوسم یه خوری از جاز دینا پر تریخاس جا انورا یا وچنوس یه پسر که خنوس او مزام خود غوش یه گوخت زنگم قدفت جاوشت با ولی یه درش جنگ خنوس نصر دی نصرشی دیدی قونش قز گروه ام ستم به حد و غداخو یجار نه پنچه آقو ستی لجار خجاب زر قری حجو خف ایزو زیغ بزک جا خواب زم تیتو بسوری ریغا گو جا نصر نصر ما خود حمد خویش هم جیه هراشو یاد که خواب زم تیتو عجا اوکوری دقا گو جنز ولی که در نصر غد حر تجو دیم خواب زم امار جخ زگور زگور فغاو تا دی خبزم فجام دنیم زیری خبزه تیم کشم بادو زوز بدوین خم اسمی خبزم شخش اشتی آقا جنوز منو بد لجاری اب خازر سخونور یا لب کرد غبو داوش اب بودین غم شخش شخش دا غب شنان جره خونوز موخون خجی باوی ارزر نرتی مزا آقا جا تا عزازاز قد خفغو جتو دلوان راز خدیزارا میزه به ما افرزی که خشنجرم اخو
نسر غزر تشانوري عبيا خابزم زر تيت مودوز دخلت مودو نخرج غرت غوان شخ دل هوان زراني شوي أقم تبوت يا ربي نارك قبل داكر أخر حتى فدا جا شيخ مخبار قرا دي غزانو غزا جنوس زريقا مغاكو مدى يزد بيزان غي خنوس زرجتار اوفر قزريك واجار قاقور دهوانس نسب دي اسد ما شيخ مدزكي خنس قوة شاج سفو قزبولات مخر قد جاسي كونس جتاو دي بابسو دي سوس خلونكو يا بسي سونسي سكونس أوفر زري قواجار زر خوار بكور زغاونس نسب دي إما الشيخن دي زاكيخنس أو ساسو بزافر أبيقو عزيز زفعي قدفيش Так, обсуд ему. Обсуд. Шадиш Джон де Бафлям на Угара Кимон. Хау, Рагу на Фаджан, де Тенси на Хапс. Аша, Агу, Шанта Зашук, Шкос Дапштам, Мина Хау Угара Кимон. Хау, Мисар Хунугу. Ахар, Ашан Шам Тевар. И Тана, Дава Дадут Зароцов, но Бадья Пазафазал. Аша тоға бұды көшітімі етшам еш ұжда еғалі әжа ғатсыңыз. Аша ем ұғыми зұшғалық ұздашты өә жүп бар ғабды ұғыну. Қой өсі фас қоғын қаз болады. Өә ұзды жамы мұғами ғыну ме жүйті мұр. Мәс, бізгір аса, пылап қияғы үйлі фәйат етқұм. Үнде фәйім пазғайжын. Фи аша ғарифім ғадар. Әтемур! بنتنا عندكم وريد ناخذها بالحال أحلان أبو عزيز صارت مشكلة وإحنا نقدر نحلها أنت وأنا لكن مش هون تفضل وادخل بيتي ضيف علي بنتك جوا بحمايتي وتقدر تحكي معها خلك هو المين على ظهور الخير لما عاود أجمعك يا أبو لا خلك أنت بعرجة خذ باروتي البنت هون تفضل بل عشيرتنا
ما قصدت، ما ردت، أنا أحب، وما ظل قدامنا غير هالطريق. أنا انجبرت أسويها والله يما، والله يما. وأغرب هذا شنو هذا جواز رجيم أمجي شك خوش نقول شي تقوى اسمه شيء تفضل أبو عزيز. الله حماها يا أبو عزيز، ولا كانت مصيبة، لكن مثل ما أنت شايف إن شاء الله تطيب بعد كم يوم. بدنا ناخذ البنت معنا والولد الباقي لزوم ينذبح. لكن يا أبو عزيز أكيد أنت تعرف أهله يدافعوا عنه وتصير مذبحه. علمني أنت يا صديق شلون حنا نبيض وجهنا؟ تقدر تعلمني شلون؟ يجوز إذا نسوي العمل صحيح، خلي حطنين صغار يتزوجوا على سنة الله ورسوله. ما يصير أبد، ما يصير، حنا غيركم، عوايدنا غير، الفرق بيننا كبير. ولدكم أخطب حقنا وخطف بنتنا من بيتنا، وهذه عيبة، عيبة عندنا. أبو عزيز ترى نارت ما جاب لبنية غصبا عنها، اللي سوى نارت إن ورجة احترام كبير لك ولعيلتك. هو مشي على عوايدنا لما جاب هند على بيت وجي، وعد الأمر برقبتنا عشان احنا نحلها حسب عوايدنا. وش هالعوايد اللي الناس تخطف البنات وتتزوجها؟ وش هالعوايد؟ الخطيفة عندنا شغلة نديفة وترفع الرأس لما الشاب والبنت يشوفوا أهلهم مش موافقين على زواجهم بقرروا يخطفوا، بس في شروط لازم ينفذوها. لا 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 تقول، لا تقول، هذه عوايد عجيبة ما هي صحيحة. العيال يطيعون أهلهم بكل شيء. صحيح رزوم، إلا ما عادوا عيال لما قرروا يتزوجوا ما بتفافق معي. يا جهد البلاء، يا جهد البلاء. خليني أشرح. الشاب ما يقدر يأخذ البنت على بيته، لازم يوصلها البيت وحيد محترم بالديرة، هذا احترام
لأحل البنت. ونارت سوى صحيح بين احترامه لكم. بعد هيك هذا المحترم يخبر الأب والأم من يدرفين عشان التاقوا يتفاهموا ويحددوا يوم مشان كتب الكتاب. حتى هذاك اليوم مش مسموح للشاب إنا يقرب على البنت. هذا السالفة لو صارت عندنا حنا يلبدوا اثنين ينذبحون. هذه سوا خسيسة ومن وراها دم. خلينا نوارجي عشيرتك الاحترام اللي تستاهله. خلينا نلاقي طريقة نسمح فيها بهذا الزواج. يا تيمور أنا ما أنا قادر أقبل اللي صار. هذا ما يصير ما يصير. عندنا الشرف فوق كل شيء فوق كل شيء. وانت تعرف قولنا اللي يقول الأرض قبل الأرض. والحين يا أبو عزيز إنك تأخذ حنت معك. ترى هذا حق أكيد. إذا كانت تقدر ترحل تقدر تركب الفرس البنزينة. المهم متى تعطونا الولد ناخذ حقنا منه. عشون نارت قيجد هذا الشاب جاب الهيب لكم لكن لما عطف مع بنتك صار رجل مسؤول عن أعماله. زش حاجة من جزافة سنسر سراش. شرف بنتك ما وصلوا إلى هذا لكن إذا مسيل الدم هو الطريق الوحيدة حتى تسترد عيلتك شرفها. حط دم هذا شاب ترى حياته بين يديك.
يا أبو عزيز، خلينا نلاقي طريقة نسمح فيها بحزواج. طلبك صعب، صعب حيل. إحنا جيران وأصحاب من سنين طويلة، وإن شاء الله نضل هيك على طول. الحين قادرين نصير نسيب. قولي يا صاحبي، امتى نقدر نبعث لك جحا؟ يا تيمور، يجوز انت اقنعتني ان الولد اللي سواه مشى على عوايدكم، وانا بعد لزوم اقنع ربعي، وعقبها يصلك جوابي بعون الله. وبعدين يا ابو عزيز، البنت هاي تراها امانة بركبتك، وما نريد يسيب عشار، وحي اريدها من هالحياة الغنمة. نشوف عين خير. صد غبار حشم زيك هزوجكم يا بزرق زقلو يا بزرق زرق زقلو يا وجد زقلو زقلو خوار هو يا شيخ يا بزرق يقولي ما حد يغزمك شيء مزاتو يا وبجري يوسجد بصوري يدي خم بجار ولي كيسي قواشز مقوفة وحوات الوصع نغز فوزو وبصو تيمور وبصو تمام وتزبس الثلاث تحمجي إما خبار غدا غزوة جنوز. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ مريفد وجوه عرب طيبين، أنا بتكلم اليوم أمامكم لأنه كل وجهاء تشركس طلبوا مني أكون نائب أتكلم عنهم ونائب عن أبو نارت. الولد مشي على عوايد ربعه وكان قصده شريف. كل أهله طلبوا مني مشان أطلب إيد بنتك هند على سنة الله ورسوله، وإحنا أجينا مشان هذا طلب. أمل كبير إنه توافق ويصير شرف بين عيلتكم وعيلة تشركس، وبصير شرف كبير عند تشركس يناسب شيخ أبو عزيز شيخ كريم. جزاك الله خير على هرجك الحشم يا القيم مقام. احنا تودينا كثير من اللي صار. بالله ان هذه عيبة عندنا وما تصير. كبير والله يا شيخ. من يوم عرفنا الولد اللي قام به دارج بعوايدهم وما بنيته يرمى الفتنة بيننا، طابت خواطرنا رفعنا العتب واللوم. انت يا بيك جيتك موجبة كثير عندنا، وأنا أتكلم عن كل ربعي. بتمون بتمون يا شيخ، بتمون عرقابنا يا شيخ. الطلب اللي جيت به حنا موافقين عليه.
زاري جفد الدهاج ستر ما أخر زفاجاش تبقي ترزق رؤاش جاري جمع حتى مخباري لغاز وراد خبسة وفوق وقف عاش رواش ولدي يا عزيز اسمعني زين السرسك إخواننا بالدين ومقدر علينا وعليهم نعيش سوا وانت شارك بكل شيء انت شفت ربع تيمور لما سكنوا هان تحوا دكاكين ومحلات وصرنا نتاجر وياهم نشري من عندهم القهوة والقمح وكل وزم البيت ونبيعهم الخيط والبساط والصوف وما عدنا نروح للسلط يا ليتنا ما شفناهم يا ابوي يا ليتنا ما شفناهم بنجو ما جروا علينا غير الطلايب وغيروا وجه الديرة يا محل التغيير إن كان للأحسن يا عزيز أنت الزوم تفتح عقلك وقلبك يا ولدي وتفكر زين يجيك يوم يوبت شيخ على ربعك وتحمل همهم برقبتك وهذا هم ثقيل يوبا ثقيل ولابد يجي يوم تحس بيه عن قريب يوبا والله والله ومحمد رسول الله لو تقل دب حالك على الموت ما تونى يا ابو وما غرفك ابد طول ما الدم يسري بعروقي ما خلفك يا ابو لكن ما اقدر احضر العرس ما اقدر يا ابو ما اقدر فرحتي جنبك هانو السحان ويتي حبش الحزر ما نسدكم وتيتشنوت كنت شاد زر حزر رأمينا مرسلت مغوة أودي سوج أسباسي قوزا ساعتي قل خجب سكوزي وشامسي غونا تحاني بس جمعوا غدا بغاو مرسان تحام ديجنا بسن بساعتا جومة أخجب سكور بلاغما أوينا قزفو جادي غبشاشا زكم نخزر منخ إم قولت لبتانوش أبس تخدو فوانارتي لاغورا يبصري تنوت نارج حاجة
وينسبش ونرسان تحود قزغجا وينسبجا وينبسر تاجي ناقو نسازقم تيحا وين صدقوني اسم تخدي الدراج ابغى ضحي اطلقوش من نار هي ماماش ماما نار هذا سيدي يا غوب سوري يا غوب شكرا شكرا هذا واحد هذا يسرق يا غوب فريزة في مغاوض شحاب شتر في زنز مر ساسي تيحاب شاش سيفايا بلوزيحا ياباغ جابسكو فغوتما هو فغط لنش مر ساسشن ساجا شغا أدغا فاشر قوسي أدخوط سيباري تحام غزيتاش تحام نسبب أددوش سيخ جابسك معكم زغب داون بجروان قوامو